بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حبينا نديروا حوصله فيما يخص هاد 10 اسابيع تاع حراك، وحنا عندنا كذلك 10 اسابيع حنا رانا في المسيرات، ويعني ماذا بينا نديروا حوصله باش نشوفوا واش حصلنا في هاد 10 اسابيع، ما هي النتيجة التي حصلنا عليها وش مازال. النقطة الأولى اللي حصلنا عليها هي الاستقالة على رئيس بوتفليقة، ثانيا الاستقالة على رئيس المجلس الدستوري العز، وفي النهاية كاين ملفات تخص الرشوة. يعني هذا بعد 10 أسابيع رانا مازالنا ندورو في حلقة مغلقة. لماذا؟ لأن المطالب الشرعية تاع الشارع تاع الشعب هو استقالة بدوي واستقالة كذلك رئيس الدولة بن صالح. للأسف الشديد باش يقدموا الاستقالة تاعو هاد الأشخاص باش يقدموا الاستقالة تاعهم حاليا مازال ما قدموها. والسؤال اللي راه مطروح، كم أسابيع لازم نزيدوا باش الناس هادو يقدموا الاستقالة تاعهم؟ يعني الوضع اليوم راهو حابس، هذا الطريق المسدود حاليا راهو مربوط بشخصين، بن صالح و رئيس الحكومة. ولا بد كذلك نتكلموا، لأن هذا كذلك صدر الأسبوع الماضي الندوة الوطنية اللي قدمها اللي حضرها النضال واللي حضرها رئيس الدولة. شفنا بلي الندوة هذيك فشلت. زيادة على هذا الشيء، خريطة الطريق تاع النظام اللي هي الانتخابات يوم 4 جويلية، ماناش عارفين الظروف اللي راح يديروا بها الانتخابات. هل راح يديروا انتخابات بدون شعب؟ يعني سؤال مازال مطروح. دونك حاليا مازالنا نطلبوا ونأكدوا على الاستقالة تاع بن صالح، ولكن البارح الأسبوع العاشر السقف تاع المطالب طلع. راهو المجتمع والشعب راهو يطلب بالمحاسبة تاع سعيد بوتفليقة. سعيد بوتفليقة كشخص اللي هو راهو رئيس تاع العصابة في النقطة الأولى، وفي النقطة الثانية الشخص الذي زور كل الوثائق الرسمية تاع رئاسة الجمهورية. ولهذا حاليا واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا بلي مازال كاين غير دو زاكتور، كاين طرفين، كاين الحراك الشعبي وكاين الجيش، وبيناتهم ما كاين والو، ما كاين لا دستور لا بن صالح لا احزاب سياسيه. القضايا اللي اليوم رانا نتكلموا عليها والشعب راه يتكلم عليها واللي جابوها والملفات هذه اللي جابوها للعدالة، حنا يعني بكل صراحة كنا بودنا نكونوا في دولة الحق ودولة القانون باش هاد الناس هادو نحاسبوهم. بصح إذا نحاسبوهم اليوم حنا ما كاش منع. علاش؟ لأن حنا شفنا باللي القضاة تحرت، كل الأسلاك المشتركة تحرت، المحاماة كذلك تحرت. ولهذا إذا الناس هادوما يفوتوا العدالة في الظروف الحالية، معليش إن شاء الله فقط غدوة. إحنا تكلمنا على دولة الحق ودولة القانون اللي هي مربوطة باستقلالية العدالة، ومنها المجلس الأعلى. إحنا كنا طلبنا باش المجلس الأعلى القضاة
تكون تعددية، تعددية نقابية باش يخيروا الممثلين تاعهم اولا. ثانيا طلبنا كذلك من مجلس المحاسبة يكون متحرر، يكون متحرر وكذلك يلعب دور. تكلمنا كذلك على المفتشية العامة للمالية باش لانسبكسيون جينيرال دي فينانس باش تلعب الدور تاعها كذلك. وطلبنا كذلك من الجمارك ان شاء الله كذلك تحرروا باش يلعبوا الدور تاعهم كما ينبغي وتكون رقابة. ولكن اذا هذا كل هذه المطالب مازال ما تحققش وناس اللي راهم معروفين بالفساد يروحوا للعداله، مرحبا ان شاء الله ما ينساو حتى واحد، ما ينساو من الفوق لهني لتحتاني. حنا الشيء اللي نطلبوه فقط يكونوا عندهم حقوق اللي رفضوهم لنا حنايا، حق على الدفاع، ويكونوا رابطه حقوق الانسان واقفه باش حق الدفاع يكون يحافظوا عليه. فيما يخص هذه قضايا الفساد هذه نقطة انطلاق، لأن ما تنساوش بلي باش الإنسان اللي فقدوا الذاكرة تاعهم نعاود نفكرهم شوية، قالوا بلي في الجزائر قبل الحراك تاع 22 فبراير قالوا بلي كاين حوالي 41 ملياردير و 4100 مليونير. واش معناتها مليونير؟ الناس اللي عندهم اقل من 2 ملايير، يعني راهيك القائمه طويله وعريضه. وهذه الارقام ماشي انا اللي مديتها، هذو الصحافه الوطنيه اللي تكلمت عليها. اليوم الوضعيه احنا اللي رانا عايشينها، وربما لاحظتوا كل اطراف راهي دير اقتراحات ومليح، لازم كل انسان اللي عنده رؤيه او اقتراح يقدمه. احنا ثاني في عهد 54 كنا طلبنا النقطة في البداية ان بدوي وبن صالح يقدموا الاستقالة تاعهم، نديروا حكومة تاع وفاق وطني، رئيس حكومة جديد. وكنا طلبنا احنا في عهد 54 ما يكفيش حتى نديروا الحكومة هذه، ما تكفيش، علاش؟ لازم الوزارات السيادية منها الداخلية والعدالة يكونوا معينين من طرف المعارضة، المعارضة يعني بالمفهوم الواسع، من جهة. من بعد نحضروا انتخابات، من بعد نحضروا انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة. علاش؟ لأن نهاية السنة ما تنساوش كان قانون المالية، والجزائر لها مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، والبلاد لازم تكون استمرارية. دونك حنا قلنا باللي في الظروف الحالية نقدروا نروحوا للرئاسيات تاع 2019 في نهاية 2019، ولكن على شرط. الاقتراح اللي درنا قلنا مثلا كاين لجنة وطنية، كاين أرضية تاعها تاع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تاع 2012، نقدروا ناخذوا الأرضية تاعها، نوسعوا الصلاحيات تاع هاد اللجنة، نوسعوا الأعضاء اللي في هاد اللجنة، نعطيهم صلاحيات جديدة، واللجنة هذه تبدأ تحضر الانتخابات الرئاسية تاع نهاية السنة. في نفس السياق قلنا اللجنة هذه إذا راهي التركيب تاعها، التركيبة تاعها من الأحزاب، المجتمع المدني والناس اللي في الحراك ينضموا في هذه اللجنة، علاش ما نديروش إصلاحات في قانون الانتخابات؟ نديروا إصلاحات في قانون الانتخابات وننطلقوا للانتخابات الرئاسية، حتى في الانتخابات اللي ننطلقوا إليها أو ننتجوا إليها رئاسيات. كاين اختيار الأول هو يكون مثلا رئيس تاع إجماع ينتخبوا عليه، ولكن على شرط نديروا معاه خريطة الطريق، ما هو البند الأول الثاني الثالث إلى غير شهادة، شهادة سهل مفاهمة بين الأحزاب وبالمشاركة تاع هاد اللجان هذه، شي ممكن نديروا معاه خريطة الطريق أولا.
ونخيروه كرئيس الإجماع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا ما اتفقناش باش يكون رئيس الإجماع، كل واحد يقدم نفسه لرئاسة لرئاسة في نهاية 2019 وبالبرنامج تاعو وبالاقتراحات تاعو. ولكن بالنسبة لي أنا، الإنسان اللي يدير الجزائر فوق الجميع، أحسن طريقة هو رئيس إجماع بخريطة الطريق معروفة ومدروسة ونعلنوا عليها. كي غدوة من ذاك بعد الرئاسيات نروحوا نديروا تعديل تاع الدستور، نديروا تعديل تاع الدستور وكذلك استفتاء، ونديروا انتخابات وطنية، نديروا من الشعب الوطني والمجالس المنتخبة المحلية. يعني أنا بالنسبة لي ما نخرجوش بزاف من الدستور، ولكن الدستور نعالجوه لأن راهو عاجز في بعض الأحيان، نعالجوه بالوسيلة السياسية لهذا اللجان هذوما، نعطيهم صلاحيات. ولكن ما نقدروش نروحوا لهذا الاتجاه، وما نقدروش نجسدوا هذه المطالب إذا مازال بدوي وبنصالح. ولهذا واش رانا نطلبوا؟ رانا نطلبوا من الأطراف بين قوسين، اللي ضغطوا على بوتفليقة باش يستقل، واللي ضغطوا على بلعيز باش يستقل، يزيدوا يضغطوا على الناس هذوما باش يقدموا الاستقالة تاعهم. أنا بالنسبة لي هذه الأمور الوقت كافي باش نجسدوها أولا. ثانيا كاين كذلك مشاكل اللي راهي تنتظرنا، هي المشاكل الاقتصادية. المشاكل الاقتصادية، القدرة الشرائية تاع المواطن، قيمة الدينار، العلاقات اللي عندنا بين الداخل والخارج من الجانب الاقتصادي والسياسي إلى آخره. أنا نظن باللي ماهوش الضغط هذا اللي يجعلنا نروحوا للانتخابات الرئاسية في نهاية 2019، ولكن أنا نظن بلي الوقت كافي باش نلبيو كل هذه المطالب. الجانب السياسي نروحوا به للانتخابات والوسائل اللي تكلمنا عليها، والجانب الاقتصادي نبداو إصلاحات اقتصادية. مازلنا في اقتصاد الريع، مازال الناس اللي كانوا نهبوا المال العام مازالهم في الميدان. أنا بكل صراحة نشوف باللي المخرج سهل، لازم تكون فقط إرادة سياسية. الإرادة السياسية حاليا غير موجودة. علاش؟ لأن رئيس الأركان قايد صالح أسبوع راهم على الحراك وأسبوع راهم على النظام، لازم حتى هو ياخذ المكانة تاعو ويقعد من خندق مع المواطنين والمواطنات اللي راهم كل اسبوع في الشارع. ومطالب هي مطالب سهله، ماهيش مطالب راهم يطلبوا، ماهوش يطلبوا باش الانسان يدير معجزات، راهم يطلبوا فقط استقاله بالاشخاص اللي متسبين في الوضع اللي هما عايشين فيه. وشكرا. كاين اسئله؟ اولا بالنسبه لنا بكل صراحه، هل الصوره تاع العداله هي الصوره المنطقيه والعلميه والمحايده؟ لا، ولكن بالمثال الشعبي هذا هو القماش. احنا العداله تحرت وقالوا القضاة خرجوا قدام الشعب وعاهدوا الشعب، عاهدوا الشعب باللي الضغوطات السياسيه ما يزيدوش ياخذوها بعين الاعتبار. انا المنطلق تاعي اليوم منهم، ولكن انا تكلمت، انا وقلت واقترحت ما هي الشروط باش تكون استقلاليه العداله. تكلمت عن المجلس الاعلى للقضاة والتعدديه النقابيه باش القضاة يخيروا الممثلين تاعهم اولا. ثانيا تكلمت بالمؤسسات اللي لازم تلعب دور، لها دور لجمدها النظام باش ما تلعبش الدور تاعها.
تكلمت على المجلس المحاسبة والمفتشة العامة للمالية والجمارك إلى آخره. يعني إن شاء الله بكل صراحة ما ندخلوش في باب تصفيه حسابات والقضاة إن شاء الله والقضاة ياخذوا مواقف شفافة اللي تشرفهم وتشرف الجزائر. إن شاء الله ما ندخلوش في باب تصفيه حسابات، إن شاء الله ما ندخلوش في السراق الكبير والسراق الصغير، إن شاء الله تكون كلمة الحق هي السيدة. مشكور. أنا فهمت من كلامك سيد الوزير 40 أنه أنا قلت أنه مليح لو كان يمتثلوا للحل الدستوري، ممكن توضيح يعني فيما يخص الدستور. الدستور عاجز باش يحل الدستوري. نعم؟ يعني أنتم مع الحل الدستوري؟ وقلت أنه يجب اختيار رئيس إجماعي. شوف. حل سياسي أو لا، كاين أنا قلت في البداية. نعم. ماهوش اليوم. قبل عندي أسابيع. ودرت بيان فيما يخص هذا الموضوع هذا بالذات، قلت لازم في الدستور الحالي ندخلوا وسائل سياسيه، ولا بد، لان الدستور هو وحده عاجز باش يحل مشاكل. وعلى سبيل المثال الندوه تاع بن صالح، اولا الاختيار تاع بن صالح من طرف مجلس الامه، اختيار تاع رئيس الحكومه بدوي الى اخره. انا قلت وعاودت الامور هذه كي تكون اراده سياسيه سهل باش نعالجوها. بدوي نغيروه وغيروا الحكومه تاعو، على شرط قلت باش الانسان يشوف اللي كاين نيه صالحه للتغيير. المناصب السيده قلت تاع الداخليه وتاع العداله تروح لها المعارضه، هذا الحد الادنى اللي نقدروا نطلبوه. وبالتالي كذلك رئيس الدولة نغيره رئيس الدولة، ما كان حتى منع الشعب هو السيد يا اخي، هكذا نغيره رئيس الدولة، نجيبه واحد ماشي باش بن صالح وماشي من هذه المجموعة فقط. فيما يخص الانتخابات نزيهة وشفافة، قلت كاين أرضية راهي موجودة تاع 2012 لجنة صديقي، نوسعوها نعطيوها صلاحيات أخرى، ندخلوا أعضاء لما كانوش، وهذيك اللجنة كذلك تشرف لأن فيها سياسيين، فيها ناس تاع الحراك، فيها المجتمع المدني إلى آخره، تشرف باش دير تعديل تاع قانون الانتخابات، وننطلقوا نحضروا هذه الانتخابات هذيا قبل نهاية السنة. يعني شيء ممكن، ولكن لازم تكون إرادة سياسية باش ناخذوا هذا الاتجاه. أنا مانيش نقول كاين صح كاين مدرسة اللي راهي تقول العكس، قال نحيو كلش ونعاودو من درجة جديد نديرو هيئة رئاسية، بصح هذاك عشناه مع الأشتير في 91، عشناه ولينا نقطة صفر. حنا قلنا ناخذوا انطلاقة جديدة لأن هذه اللجنة هذه راضين بها الأغلبية تاع الأحزاب، هذه ناخذوا الأرضية تاعها وصلحوا وننطلقوا في عمل جدي مع كل الناس والقوات الحيه اللي راهي في المجتمع باش نخرجوا من هذا العنق الزجاجه اللي النظام وضعنا فيها فقط. شكرا. كاين سؤال اخر؟ لا، نشكركم على الحضور تاعكم. اوه تحيه للجزائر، الله يرحم الشهداء. شكرا.